بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن العفو الرحيم، دكتور، اهلا بس وسهلا، الحفظ اتفضلي. الجداول، نعم، الحفظ بس الجداول. حفظ كل حاجة، كل الكلمات اللي فيها الترمينولوجي، كل الكلمات ومعانيها. تمام، شكرا استاذ. اوكي، كل الكلمات ومعانيها، وهنعيد تمام، وهنزيده تاني، ما تقلقوش ما تقلقوش، ما تكبروش الموضوع على نفسكم بس، وما تخافوش، بالراحة عشان ما تكرهوش المادة ونشبك فيها، مجرد بس نلقط الدنيا هتمشي. زين دكتور، زين هسه مثلا ذن الجداول شلون تجي طريقة الأسئلة؟ كل حاجة بوقتها، مش عايزين ندخل في المواضيع دي دلوقتي لو سمحت، خلينا في التارجت بتاعنا وهنشوف الأسئلة مع بعض بعد كده، خلينا بلاش نستعجل حاجة دلوقتي، كل حاجة في غير وقتها مش مظبوطة. ماشي ما ماشي تخافوش، كل ده ينم انكم ماشي خايفين. دكتور، هتنجحوا هتنجحوا هتنجحوا، انا عايز اعلمكم، عايزين نتعلم بالراحة كده شوية شوية، شكرا شكرا دكتور، هنجيب الهدف بتاعنا ونبقى زي الفل ان شاء الله. ما نقلقش ما نقلقش، إن شاء الله. بالتوفيق يا رب، يا رب يبارك فيكم ان شاء الله. بنتكلم على البريفكس. البريفكس اكزامبلز لبعض البريفكس، احنا خدنا المواصفات بتاعتها ان هي بتبقى موجودة قبل الروت، فهناخد بعض معاني بعض البريفكس وتطبيقاتها، والكلام هيجيب بعضه وهنزيد وهنعيد. خد بالكو الاعادة فيها افادة، ما نقلقش، هتلاقي الكلام بيتكرر تاني، حاجات من القديمة هتيجي، حاجات من القديمة هتيجي. فانا عندي اول حاجة اخدناها، خدنا الايه وخدنا الان، قابلني الايه وقابلني الان، اصلا انا بعيد عليهم اهو. الايه والان بتنفي اللي هي lack of او absence اللي هي مفيش، مفيش no، يعني وجودها قبل الروت هي اداة نفي، اصبحت اداة نفي دلوقتي مش اداة تنكير. الايه والان في اللغة ادوات تنكير، هنا ادوات، هنا ادوات نفي. الايه والان مثال عندي اللي احنا خدناه السيمبتوماتيك، السيمبتوماتيك على طول، سيمبتوماتيك السيمبتوماتيك، السيمبتوماتيك دي اخدناها، خدنا سينوتيك، مش خدنا سينوسيس، خدنا سينوسيس، حط لها ايه قبلها اهوت، السينوتيك، السينوتيك ما عادش فيه سينوسيس، يعني ما فيش سينوسيس، ما فيش سينوسيس. ضفنا كلمه جديده هي دلوقتي اللي هي اتروفي، اتروفي، اتروفي يعني lack of growth، lack of growth اللي هو ضمور. يقول لك الطفل ده او الجنين ده عنده برين اتروفي، برين اتروفي، يبقى برين اتروفي يعني ضمور في نمو المخ، يبقى ضمور، ضمور، الضمور اتروفي، اتروفي حاجه ضمور فيها او مفيش فيها نمو. يبقى الثلاث امثله دول للايه، الاربع امثله للتنين للان. ان احنا خدنا الانيميا، خدنا الانيميا، ان اميا فقر دم، لوس اوف بلاد، مفيش، مفيش دم، انيميا. نفس الحدوته عندي ان يوريا، بقول ان يوريا، ان يوريا على طول، ما بقولش ان يوريا، ما بستناش عشان اما اجي اقولها توصل الرساله للمستمع ان الكلام لازق في بعضيه. ان يوريا المريض عنده ان يوريا يعني لا يتبول. بعد كده عندي ان، ان انكفالي، احنا لسه كنا واخدين الانكفال، انكفال مش خدنا الانكفال دلوقتي من شويه، قلت لكم هنعيد عليها هنرجع لها. انكفال، 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 انكفال اللي هو الراس، انكفال اللي هو الراس او متعلق بالدماغ، الحاجات الانكفال. فعندي انكفالي، انكفالي منسوب الى الراس، ان انكفالي، حط الان هنا، قالت، قال ان هو ملوش راس، بدون راس، بدون دماغ، ان انكفالي، ان انكفالي، ان انكفالي، في بعضها ما شابكه ببعضيها. كلمه الاخيره والمهمه جدا جدا لنظرا لاستعمالها في المجال الصيدلاني والطبي،
أنا الجزية، أنا الجزية، الجزية، الجزية اللي هو الألم، البين، بين، الجزية يعني بين، الجزية بين. أنا الجزية حط قبلها الآن، بقت أنا الجزية، أنا الجزية بقت المسكن، مسكن بقت مسكن. وبلاش كلمة مخدر دي عشان مخدر لها معنى تاني، فخلينا بمسكن أو بدون ألم أو مسكن، مسكنات اللي بسميهم أنالجيسك، أنالجيسك. يبقى ده مسكن، المسكن اللي هو الأنالجيسك، جيسك، أنالجيزيا تسكين، الأنالجيسيا التسكين، دي تسكين ماشي، أنالجيسيا يعني إيه تسكين، الأنالجيسك مسكن، أنالجيسك اس اي سي بدل الايه اي سي، يبقى انالجيسك مسكن. اسبرين از انالجيسك، باراسيتامول از انالجيسك، ديكلوفيناك صوديوم ولا واتيفر فولترين ولا كل دول بنسميهم انالجيسك، انالجيسك، انالجيسكس مسكنات. يبقى الجيزيا يعني بين، انا بيحوش البين، مزيل للالم، مزيل للألم أو مفيش ألم خالص، مفي ما عادش ألم، يبقى أنالجيزيا، أنالجيزيا، والمسكن اسمه أنالجيسك، أنالجيسك. أنتي بالإي، أنتي بالإي، أنتي بالإي يعني بفور، لو اتحطت كبريفكس قبل الكلمة قبل الروت تبقى بفور، معناها بفور. كلمة بارتم، بارتم يعني ديليفري أو ولادة، البارتم، البارتم باللاتيني يعني ولادة، أنتي بارتم، أنتي بارتم، يبقى قبل الولادة. أما أجي أتكلم على الأم، أما أجي أتكلم على الأم، لو بتكلم على الجنين قبل الولادة بقول أنتي يعني قبل نيتال، نيتال. والطفل الوليد الجديد اللي هو مولود بيسميه نيونيت، نيونيت، دايما في الترمينولوجي نيو، نيونيت، نيونيت يعني المولود، المولود، الطفل اللي لسه مولود نيونيت. فانا عندي قبل الولاده اسمه انتي نيتال، انتي نيتال، انتي بارتم. انا بعديها كانتي هنا بالاي عشان خاطر الانتي المهمه قوي اللي هي بالاي، الانتي المهمه قوي قوي بالاي اللي هي دي، ماشي، دي لا غنى عنها في المجال الطبي خالص، وهنسمعها كتير قوي ودارجه. دي meaning against او contra، ضد، ضد. يبقى بلاقي عندي انتي فايرال مضاد للفيروسات، against virus، anti microbial مضاد للميكروبات، anti bacterial مضاد للبكتيريا، anti convulsive أو convulsant مضاد للتشنجات، للصرع، مضاد للتشنجات أو للصرع، antibiotic مضاد للبيوتة أو للكائنات الدقيقة، مضاد للكائنات بسميه antibiotic مضاد حيوي، مضاد حيوي للحيويات، مضاد للحيويات، للبيوتا او بنسميه انتي بيوتيك مضاد حيوي. يبقى انتي هنا ضد، 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 ماشي. يبقى انتي كانسر، انتي ان اي حاجه، اي انتي يبقى ضد، 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 مضاد للسرطان، مضاد للحموضه، انتي اسيد، مضاد لاي حاجه، كل الحاجات دي اهلا بيها وسهلا في انتي، انتي، انتي. ساعة ما نعرف نشوف انتي بالاي دي على طول وبتتحس من الكلام، ما اجيش اقول انتي بارتم، انتي بارتم بتتكتب بالاي، يعني ينفع انتي بارتم ضد الولادة؟ ضد، ضد، ما ينفعش، ما ينفعش، مش ترم ده، ما ينفعش. فيبقى الحاجة في مكانها لما يبقى في سياق الحديث افهم اللي هي اللي بالاي ولا بالاي. الترم اللي بعد كده اللي هو الاودي، اودي او الاوديو، اوديو، اوديو، اودي،
اوديو اودي اوديو اوديو زي الاوديو فيديو. الاوديو فيديو اللي انتوا بتستعملوه في الحاجات التكنولوجي بتاع الايام دي في الاوديو والفيديو، كلمة اوديو يبقى related للإير، حاجة يتعلق بالاذن او بالسمع، بالهيرنج، بالإير او الهيرنج. يبقى عندي example ايوداتوري 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 يعني السمع. ايوداتوري سيستم ايوداتوري سيستم جهاز السمعي. اوديولوجي اوديولوجي اولوجي يعني علم، اولوجي يعني علم، اولوجي يعني علم. اوديولوجي اوديو اولوجي اوديولوجي. الحاجة اللي بعد كده اوتو 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 يعني سيلف، ذاتي او تلقائي. اوتو والمثال عندي اوتو اميون، اوتو اميون يعني ذاتي المناعة، ذاتي المناعة. والمثال الجملة اللي يعني بنقول عليها او نسمعها ان الايدز، الايدز از ديزيز يعني الايدز اي اي دي اس، الايدز از ان اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز هو مرض من امراض المناعة الذاتية، المناعة الذاتية ان الجسم بيحارب نفسه والجسم بيهاجم نفسه، الاوتو اميون ديزيز. ماشي، يبقى الاوتو اميونيتي اللي هي المناعة الذاتية، اوتو اميونيتي. كلمة اوتو اللي هي تلقائي، كان زمان الكلام بيتقال برضو في الستينات ويعني بداية السبعينات، كانت السيارات قليلة والعربيات او العربيات قليلة في الستينات شوية او قبل ذلك كمان، كانوا بيسموا السيارات اوتومبيل، اوتو اوتو موبيل، اوتو موبايل، اوتو موبايل، اوتومبيل، اوتومبيل يقولوا عليه الاوتومبيل، ما يقولكش السيارة الاوتومبيل جه، الاوتومبيل موجود. اوتو موبيل يعني اللي بيتحرك لوحده، موبيل او موبايل بيتحرك لوحده يعني. فاوتو موبيل، اوتو موبايل، اوتو موبايل اللي هي السيارة، اللي هي السيارة او العربية ناو دايز يعني. فيبقى اوتو يعني سيلف، ذاتي، تلقائي. اللي بعد كده عندي كلمة برادي، واحنا اخدناها قبل كده، ونشوف اللي زيها تاكي. ها نشوف اللي زيها تاكي، نكملها تاكي. يبقى برادي عكسها ايه؟ عكسها تاكي. ها برادي كارديا ديكريز او سلو، برادي كارديا سلو هارت ريت، سلو هارت بيتس. عكسها تاكي كارديا، تاكي كارديا. بنعيد الكلام تاني اهو برضو، برادي بينيا بطء في التنفس، برادي بينيا. عكسها تاكي بينيا، تاكي بينيا، تاكي بينيا. الترم اللي بعد كده باي، باي بي خفيفة لايك بوك، واي باي يعني اتنين، اتنين توايس يعني مرتين، ان له وجهين باي لاترال كلا الجانبين، باي لاترال، باي لاترال ثنائي الجانبين، ثنائي الجانبين نقول عليه ثنائي الجانبين، باي لاترال. باي سيلولر ثنائي الخلايا، باي سيلولر. الباينوكولر، سمعنا عن الباينوكولر اللي بنبص عليه على بعض وبنبص عليه على في الفضاء، الباينوكولر. يبقى باي يعني اتنين، باي يعني اتنين، ثنائي، ثنائي. الورد روت اند كومبايند فورم، بعض الكلمات كده، هناخد بعض الكلمات related للروت والcombined form. أول ترم أرثر،
ارثر ارثر، ولما يبقى كومبايند يبقى ارثرو 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 ارثرو. الميننج بتاعه يعني جوينت، يبقى اي حاجه فيها ارثر او ارثرو يبقى هيتكلم على المفاصل، هيتكلم على المفاصل. المفاصل فيها التهابات، المفاصل فيها الم، المفاصل اي حاجه في المفاصل نشوف هيتكلم عليها ازاي. فمثلا التهاب مفاصل ايتس، حط لي الايتس السافكس اهو بتاعنا ايتس، ارثرايتس ارثرايتس، فلان ده عنده ارثرايتس، يبقى خلاص انتهينا عرفنا انه عنده التهاب في المفاصل. في ارثرالجيا ارثرالجيا الجيا، احنا خدنا كلمه الجيا قبل كده، ما الجيا ديت اللي هي الم، الجيا يعني الم، يبقى الم في المفاصل pain in the joint. بعد كده ارثرو ارثرو سينتيسيس ارثرو سينتيسيس ارثرو سينتيسيس ارثرو سينتيسيس، عبارة عن سحب السوائل من المفصل. فلان ده ركبه ورمت، الجوينت المفصل بتاع الركبة ورم وجمع فيه سوائل، بيروح للدكتور يسحب له سرنجة منه، بالسرنجة كده يدخل سرنجة ويسحب شوية سوائل، مجموعة سوائل من المفصل. فالمصطلح ده بيطلق على هذه الحالة. اللي بعد كده ارثرو ارثرو تومي ارثرو تومي، وقف هنا وقفة عشان بنقول الحتة دي عايزة مراجعة. كنت بتكلم على الابندكتومي، الابندكتومي قلت لكم هعوزها، الابندكتومي اكتومي، هنا ارثرو تومي، يبقى في عندي تومي واكتومي. تومي تومي بيعمل فتحة في المفصل، او بيعمل فتحة زي ما يكون بيعمل عملية، بيفتح المفصل ويعمل حاجة ويقفله تاني، يبقى opening in the joint. يبقى تومي هي فتحة زي العملية الجراحية، بينما اكتومي يبقى قطع، هيشيل خالص. لو قلت ارثروكتومي يبقى قطعه، قطعه ورماه وشاله والدافع خلاص ما عادش ينفع، ماشي، بتر بتر. بينما هنا هنا فتح وعمل عملية وقفل تاني، او يعني فتح فتحة واشتغل فيها، فيبقى عندي ابندكتومي اللي هو بتر او ازالة ازالة الزايدة الدودية. ما ينفعش اقول ابنديتومي ابنديتومي، لان الزايدة الدودية ما بيتفتحش عليها فتحة ويرجع يقفل عليها تاني، لا ده هو اما بيفتح على الزايدة الدودية بيشيلها، لازم بيشيلها، انما ده بيفتح في الـ في الـ في الـ في الارثر في الـ في الـ في الـ في المفصل نفسه فتحة، وبيعمل عملية او بيعمل جراحة فيها دقيقة وبيخلص الحدوتة، بنسميها ارثروتومي تومي تومي، غير اكتومي 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 بتر، اكتومي يعني بتر، بينما تومي يعني فتحة، بيفتح فتحة. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه النت ضعف ولا ايه؟ الناس طلعت من الشغل، الناس طلعت من الشغل. انا عملت حاجة فيكو يعني ولا ايه؟ ولا عملت فيها حاجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله. ايوه توكلنا على الله. عندي الترم اللي بعد كده ادينو ادينو او ادن ادن غدة ادينو، اما تخش في الكومبايند فورم ادينو 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 ديت يعني جلاند غدة غدة. طيب الجلاند لما يحصل لها التهابات احنا اتعلمناها ادينايتس، يبقى ايتس. لما يبقى فيها ورم احنا اتعلمناها، خدنا قبل كده الليفر
لما كان فيه ورم قلنا هيباتوما، فانا عندي الغدة فيها ورم يبقى ادينوما، ادينوما. طب لو الورم ده سرطاني بقى ادينو كارسينوما، ادينو كارسينوما، يبقى ورم الغدة السرطاني. يبقى هنا اكثر تخصصا، هنا كلام عام، في ورم عام كده في الغدة، لما خدوا عينة وحللوه طلع ورم سرطاني، فقالوا نوصفه ازاي؟ قالوا ادينو كارسينوما، ادينو كارسينوما. الحاجة اللي بعد كده ارتيريال، ارتيريال نسبة الى الارتري، نسبة الى الارتري اللي هو الشريان. ارتيريو، ارتيريو لما يجي نعمل كومبايند فورم ارتيريو، بنقول عندي الترم ارتيريو سكليروزز، سكليروزز ارتيريو سكليروزز. ارتيريو جاي من ارتري شريان، و سكليروزز تصلب، تصلب، تصلب الشرايين، يبقى تصلب الشرايين ارتيريو سكليروزز، ارتيريو سكليروزز، ارتيريو سكليروزز. طب ما عندي التهاب في الشرايين برضو، برضو ايتس، حطينا لها الايتس، التهاب في الشرايين مش عايزه حفظ، يبقى ايتس، ايتس، ارترايتس، ارترايسس، ارترايتس، يبقى التهاب في الشرايين، ارترايتس، ارترايتس. يبقى كلمة لما نلاقي ايتس يبقى خلاص عرفنا الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين. انا هقف عند هنا في المحاضرة ديت، او عشان ما ازودش اللود برضو نمشي بنفس السيكونس وبنفس الاداء بتاع المجموعات التانية، ما ازودش عنهم. هقف عند هنا، و